ولا كوموند نخلي لك حتى ثلاثه اوكي حيت لي بغا بعد صافي يلا بخيناتو مرحبا لك. السلام عليكم خديجة مولاة لكاسا دو بلدي سيغ انستغرام، مرحبا بكم. جاتنا الفكرة بأنني نبدا نطيب ماكلة ديال الدار الناس هذيك، قلنا مع الكونفينمون علاش لا جالسين أنا وبناتي. جاتنا هذه الفكرة أننا نبداو نطيبو نشوفو الناس لأنهم كيكونوا انتيغيسي زعما الماكلة ديال الدار، وفعلا الحمد لله لقات واحد النجاح كبير الحمد لله. الحب ديال المهنة تا هو دفعني أنني ندير هاد المشروع زعما نحقو. انا تنبغي الطياب، تنبغي شي حاجه سميتها الطبخ بصفه عامه، ومني كنت صغيره ومني صافي دابا بقى داكشي تيتطور وداكشي صافي بدينا تنهضروا بحال هكا. قلت لهم اجيو علاش لا ما نديروهاش زعما، والحمد لله كانت ناجحه الفكره. قلت لهم اجيو حنايا دابا جالسين منها او ميم طون حنايا خدامين او ميم طون انت نتوما معاونيني وملاهين. مع الكونفينمون كان بزاف الناس ما لاقينش اصلا حتى فين يتغداو وداك الشيء زعما، انا في الاول اقترحت على المقربين ديالي بحال صحباتي اللي مضافات وهذه ورحبوا بالفكره. صافي وبقى بشويه 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 تتوسعات الحمد لله. بحال مثلا اثنين شي مرات كنديروا طويجنات اما بالدجاج اما باللحم، لحم والبرقوق، طويجين بالخضره، المهم كنخليو لهم لو شوا كل واحد اشنو كيختار. بحال الاربع اليوم كاين رفيسه هذيك دائما كاينه بالاربع، والخميس شي مرات كنديروا الحوت شي بسيطلات دجاج او بسيطلات ديال الحوت. الجمعه ضروري كسكسو كاين، وبحال السبت كنخليو الضيافات العرادات الكبار شي حد اللي كانت عنده شي اراده ولا شي حاجه السبت والحد كنخليو الضيافات. كل سيمانه كنديروا منيو جديد متنوع باش كيذوقوا كاع الماكلات كلهم اللي كنديروا في سميتو. وكان كنا كنديروا الفطور بحال لي موني ديال الفطور، كاين اللي كيعيط على ود الفطور وداك الشيء حتى هو تنديروا. يعني الحمد لله ما كاينش شي حد ما داش شي حاجه وما عاودش عيط وتيشكرنا، وداك الشيء بنين بزاف وداك الشيء طوب وزوين. يعني علاش؟ لانني انا ما اختاريتش المهنه كخدمه يعني باش ندخل منها واحد المدخول، لا انا كنخدم كانني كنخدم لولادي لنفسي يعني بحب. يعني الا خدمتي بحب كتعطي، والحمد لله داكشي اللي كان. لا ان شاء الله كنطمح انني نطوره باذن الله زعما نمشي بعيد. يعني بحال مثلا دابا كنشدو طبلة جوج ثلاثه كاع حتى اربعه، انا ان شاء الله ناويه نشد عرس ما عنديش مشكل باذن الله. صراحه كان عندي الوليدات صغار وكنقول لا خاصني ولادي ونتفرغ لولادي، وهذا من الحمد لله كبروا صافي هما ولاو معاونيني، هما شجعوني على الفكره. كيقول لي علاش ماما خاصك هذه وهذه، بصراحه هما كانوا الدافع الاول اللي خلاني انني بديت هما ولادي